إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. آمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الأحبة، ومع بداية هذا العام الهجري الجديد عام 1444، نسأل الله سبحانه وتعالى وبلسان واحد نقول: اللهم إنا نسألك خير هذا العام. اللهم إنا نسألك خير هذا العام، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عاماً يبعد الله فيه عنا الرزايا والبلايا والشدائد والمحن، وأن يصرف عنا العلل والأمراض والأوجاع عن جميع المسلمين. أيها الأحبة، هذا من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم مع بداية كل شهر جديد ويوم جديد وعام جديد، يسن أن يدعو الله بهذا الدعاء العبد، لكن لا بد وأن نجعل مع الدعاء شيئا من العمل. يعني إذا أردنا أن يجعل الله عز وجل هذا العام عام خير وبركة ونور وفتح ونصر
عام رفع للبلايا والرزايا لا بد من تجديد التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، تجديد التوبة، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وعادته، كان يتوب إلى الله في كل يوم وليلة ويستغفره أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من التوبة والرجوع إلى الله. لا بد لنا أيها الأحبة حتى يكون هذا العام عام خير وبركة علينا كأفراد وعلى الأمة جمعاء، لا بد وأن نصحح ما بيننا وبين الله، وأن نصحح ما بيننا وبين عباد الله. هذا هو الدين. الدين أيها الأحبة، إذا أردنا أن نكون مسلمين حقيقيين، معنى الدين، معنى الإسلام، أن يكون الإنسان حسن الصلة فيما بينه وبين الله، وحسن الصلة فيما بينه وبين عباد الله. إذن لا بد لنا من توبة وتصحيح العلاقة مع الله، وهذه وحدها كفيلة بإذن الله أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه إليه سيدنا علي بن أبي طالب، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبة واستغفار. وصدق الله عز وجل حين يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا محمد، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام في هنالك استغفار وتوبة ورجع إلى الله فما في هنالك عذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكلنا يحفظ قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. تصحيح الصلة بالله وتصحيح العلاقة مع خلق الله بالإحسان، بمعاملتهم بالأخلاق الفاضلة، بالصبر على أذاهم، برحمتهم، لأن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا الرحماء. إذا أردت رحمة الله فعليك أن ترحم خلق الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وما دمنا نتحدث عن التوبة في بداية هذا العام، فما رأيكم أيها الأحبة أن نتفق على أمرين اثنين ونحن في بداية هذا العام؟ أمرين اثنين لهم علاقة بهذا الأمر، نجعلهم خطة نسير عليها خلال هذا العام الهجري، عام 1444. أول واحد، أن يبحث كل أخ منا وكل أخت منا وكل سامع لهذه الخطبة، أن يبحث عن مرض، عن خلق ذميم، عن شيء سيء متأصل في ذاته لا يعلمه منه إلا الله، أن يجاهد نفسه لله على تركه، يعني كذب، غيبة. واحد أخي دائما عنده الغيبة، هي يعني لا يستطيع أن يتركها، مشاهدة شيء من المحرمات، صحبة محرمة، جلسات محرمة. أن تبحث عن شيء يغضب الله في سلوكك، في حياتك، أن تجاهد نفسك لتركه لله. الأيام تمر بسرعة أيها الأحبة، والأعمال تسجل والأقوال تسجل، وغدا تبلى السرائر. جاهد نفسك في خلق من هذه الأخلاق، جاهد نفسك من أجل تركه والبعد عنه. إذن أول أمر أن نجاهد أنفسنا لترك شيء لله، والله يعيننا إذا رأى منا النية الصادقة، إذا رأى منك النية الصادقة على ترك هذا المحرم فالله يهيئ لك الأسباب ويعينك على تركه. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن نحافظ على أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال، وهي الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وقد بلغني أيها الأحبة منذ يومين أن أحد الحاضرين الذي لا تفوته خطبة جمعة لا يصلي إلا يوم الجمعة، والله شيء يحرق القلب،
إنسان صار عمره 45 سنة، يعني بلغت مبلغ الرجال ولم يبقى لك يعني إلى لقاء الله إلا الشيء القليل. إلى الآن فقط تصلي صلاة الجمعة، أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى دينه قبل فوات الأوان. أن نحافظ على أحب الأعمال إلى الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قبل البر. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قبل الجهاد الصلاة على وقتها. هذا أمر يعني مفروغ منه، وأن نحافظ معها. هذه نصيحة أيها الأحبة. هلأ نحن أمامنا 365 يوم أو أقل، عام كامل، نحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا على لسان السيدة أم حبيبة التي روت الحديث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 12 ركعة في يوم وليلة خلال 24 ساعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. 12 ركعة، 8 بيت في الجنة. ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، يا أخي 6 ركعات في الليل، 6 ركعات في الضحى، ركعتين الضحى، المهم أن يكون عدد هذه الركعات 12 ركعة. تشتري بهن بيتا في الجنة. 12 ركعة أيها الأحبة، هدول يعني في السنة ما يقارب من 4200 ركعة خلال سنة. 4200 ركعة، 8400 سجدة، 8400 سجدة لله. من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة. هذه درجات ترفعها. صور حالك بنهاية السنة تحصل على هذا، على هذا الخير. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام قبر أحد أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان في حق صاحبكم خير له من بقية دنياكم. لو ملكوا الدنيا كلها مقابل أن يسمح له أن يصلي ركعتين لاختار أن يصلي ركعتين. إذن أيها الأحبة، أن نحافظ على أمرين في هذه السنة: أن نبحث عن خلق ذميم في سلوكنا، في يعني معاملاتنا، أن نجاهد أنفسنا لله من أجل تركه. الأمر الثاني أن نحافظ مع الصلوات الفرائض على 12 ركعة. تجدون خيرا كثيرا في نهاية هذا العام إذا حافظنا جميعا على هذا، على هذا الخير. وإذا كان في كمان هنالك مشروع سنوي، يعني ما هو مشروعك في عام 1444؟ شو ناوي تساوي؟ يعني لما بتوقف بين يدين الله بيجيبوا هالسنة اللي اشتغلت فيها، شو المشروع؟ عمل لك شيء مشروع، يعني مثلا حاول أن تحفظ جزء عمه وتبارك، يعني 40 صفحة من القرآن احفظه، وأغلبهم محفوظ لدينا مسموعين، جزئين أيها الأحباء، يعني خفاف خفاف، خصوصا طلابنا، إخواننا طلاب الجامعات، يعني الواحد منهم ما تخرج من الجامعة إلا بعد أن درس قرابة 50 إلى 60 كتاب حفظهم وقدم فيهم امتحان ولا زال. لذلك جزئين، هدول الجزئين، جزء عمه وتبارك أيها الأحباء، 1000 آية عددهم، 1000 آية إلا قليل، 1000 آية. شو يعني 1000 آية إذا أنت حفظتهم؟ يعني 1000 درجة في الجنة. يوم القيامة يقال لك: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، عندها وفي ذلك اليوم، يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الندامة، تقول: يا ليتني حفظت جزء عمه وتبارك، وارتفع مقامي في الجنة 1000 درجة. يعني هذه وصية، مشروع سنوي. إذا عندك قدرة اكفل يتيما في هذا العام. يا ربي هذا هالعام أنا إن شاء الله سأحاول أن أبحث عن يتيم أرعى وأساعد أمه في رعايته. إذن أيها الأحبة، هذا أمر لا بد منه حتى يكون لنا هذا العام عام خير على مستواك الشخصي وعلى مستوى الأمة جمعا، عام خير وبركة ونور ونصر وفتح.
وأن يرفع الله به عنا البلايا والرزايا والهموم والغموم والشدائد والمحن. بدك تدفع حتى ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا الخير. ومع بداية السنة الهجرية أيها الأحبة، يكثر الحديث عن هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وعدتكم في أول يوم أن نتحدث عن ذلك. والحق أن هجرته كانت في شهر ربيع الأول. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في شهر محرم، وإنما في شهر ربيع الأول، وبالضبط في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول، حينما تآمر به عليه قومه: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أهل قريش، ليثبتوك، أي يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك. واستقر رأيهم على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعوا 40 شاباً شدائد والعرب على أساس أن يقتلوه ضربة سيف واحد، فيتفرق دمه في القبائل. فأمر الله نبيه في تلك الليلة أن يهاجر إلى المدينة المنورة، ونجى الله عز وجل نبيه. ولا شك أيها الأحبة أن الهجرة من أعظم أحداث سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك جعلها الأصحاب ومعهم سيدنا عمر جعلوها مبدأً للتاريخ. فنحن الآن 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها 10 سنوات في مكة المكرمة، صبر وتحمل ودعوة إلى الله. التاريخ الإسلامي يبدأ من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الظن أيها الأحبة أن الكثير منا يعلم أحداث هذه الهجرة وما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن أيها الأحبة أركز في نهاية هذه الخطبة في خلاصة مختصرة عن درس واحد من دروس هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى واحدا من معانيها. الدرس والمعنى العظيم نأخذه مما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسراقة ابن مالك الأشجعي. هذا الشاب شاب طموح من قريش، طمع في الجائزة التي أعدتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وهي 100 ناقة، ثروة عظيمة هائل. من يأتي بمحمد فله 100 ناقة. فتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم يجده، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختبأ في غار ثور حتى تهدأ الرجل في طلبه، رغم ذلك أدرك سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، وتقرب وقرب منه حتى سمع تلاوته للقرآن. حينها قال عندما رآه أبو بكر، قال: يا رسول الله، إنا لمدركون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، وإنما رفع يده إلى السماء فما أنزلها حتى غاصت قوائم فرس سراقة في صخر الصحراء، وسطع عمود من النيران بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم سراقة أنه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته: الأمانة الأمانة يا محمد، أدركني أنقذني. ثم جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، ووعده إن هو أسلم وبقي على إسلامه أن يلبسه الله سواري كسرى وتاجه. واحد مطارد يقول لمن يطارده: إذا أنت أسلمت فسيلبسك الله سواري كسرى، ملك الفرس، وتاجه الذي كان يضعه على رأسه. وبعد أيام
صار هذا الرجل يخذل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمر السنين ويبقى على إسلامه، وبعد 16 سنة وفي السنة الرابعة لخلافة سيدنا عمر تسقط دولة فارس، ويسقط معها كسرى، وتأتي كنوز كسرى وأملاكه وكل ما في قصره إلى المدينة المنورة، فتوضع بين يدي عمر كالجبال من الذهب وغيره. ثم سيدنا عمر ينادي: أين سراقة بن مالك الأشجعي؟ فيأتي هذا الرجل فيضع سيدنا عمر رضي الله عنه بعد 16 سنة يضع تاج كسرى على رأسه ويلبسه سواريه، وأمره أن يقول بسراقة، قال له: قل الحمد لله الذي أذل بالكفر كسرى بن هرمز وأعز بالإسلام سراقة ابن مالك الأشجعي أعرابيا بوالا على عقبيه، كناية عن شدة بعده عن الماديات والحضارة. أعز بالإسلام سراقة ابن مالك أعرابيا من بني مذلج بوالا على عقبيه. أيها الأحبة، ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذه من هذا المشهد من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدرس هو أن المؤمن لا ييأس مهما أصابه من المحن والشدائد والهموم والغموم، عنده يقين بفرج الله ويقين بموعود الله سبحانه وتعالى، فكله ثقة بالله لا ييأس أبدا. فهذا الرجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة مطاردا مهدور الدم مطلوب الرأس، لم ييأس، بقي متفائلا إلى آخر لحظة، الأمل لم يفارقه أبدا. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، مهما طال عليه أمد الشدة يبقى على أمل ويقين أن الله عز وجل سيفرج همه، وأن الله عز وجل سيحقق موعوده، سيجعل الله بعد عسر يسرا. غير المؤمن مجرد ما أصابته الشدة ييأس، وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال: لا يسأم، أي لا يمل، لا يسأم الإنسان، الإنسان العام الخام، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. مجرد ما أصابته المصيبة ييأس ويقنط. أما المؤمن أيها الأحبة، سواء كان فردا أو جماعة أو أمة، المؤمن لا ييأس. كيف ييأس؟ والله عز وجل يقول: ولا تيأسوا من روح الله، أي من فرجه، من تفريجه، من كرمه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه من لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالله عز وجل قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن قوانين هذه الدنيا أيها الأحبة، من قوانين ما نعيش فيه في الحياة، أن دوام الحال من المحال، لا يبقى عسر ولا يبقى يسر، ولا بد أن يكون الإنسان متقلبا بين هاتين الحالتين، بين شدة وفرج، بين ضيق ومخرج، بين عسر ويسر. لا يمكن، مستحيل أن يبقى عسر دائم ولا حتى يسر دائم، هكذا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. المؤمن يبتلى ويمتحن، لكنه على ثقة بفرج الله القريب، على ثقة ويقين أن فرج الله آت لا محالة. والله عز وجل حدثنا في كثير من الآيات، منها قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ومن معه والذين معه متى نصر الله
ألا إن نصر الله قريب قريب. لذلك أيها الأحبة لا بد للإنسان أن يتحلى بهذا الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة انتظار الفرج. يا حامل الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله يجعل بعد العسر ميسرة. لا تزجعن فإن الكافي الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الدروس، وأن نكون على يقين وثقة كاملة منها، وأن يفهمنا ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد، فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين، واجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وهداية لجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل ذلك لأصولنا وفروعنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا ومن علمنا وللمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله